السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير من منتزه البيضاء البري. نحييكم في المدينة المنورة. طبعا منتزه البيضاء مشهور ومعروف لأهالي المدينة، وأيضا يعرف عند البعض بأنه وادي الجن. كثير من السياح يجون ويسمعون بأنه وادي الجن، أو وفي ظاهرة غريبة انه السيارة اذا حطيتها بوضع الان تمشي بدون اي تدخل منك تقريبا الى ما يقارب 100 كيلو متر في الساعة. ولكن اختلف السبب، البعض يقول انه جن زي ما هو مسمى عند بعض الناس او الدارج، وغير صحيح انه جن، هذه مجرد سواليف، لا جن ولا جاذبية. ولكن نقول انه الحقيقة انه من ارتفاع الى نزول، والان بنجربها لكم باذن الله تعالى. بنشغل الخريطة ارتفاعنا عن مستوى سطح البحر، وبنلاحظ انه من ارتفاع في نزول طول ما احنا ماشيين في الطريق. وطبعا هذه الظاهرة موجودة في يعني كثير من البلدان، أيضا موجودة في السعودية، موجودة في عمان، موجودة في روسيا، موجودة في المغرب، موجودة السعودية، موجودة في حول مكة، في حول الطائف، وفي فرس سمعنا عنها، ففي عدة أماكن. لكن الآن بإذن الله بعد قليل نترككم مع هذه التجربة. الجدير بالذكر أن منتزه البيضاء من الأماكن الجميلة، وفيه يعني مكان بري وفيه خيول ودبابات ومناسب للعوائل، هذا بالنسبة للقادمين من خارج المدينة المنورة. ونترككم مع التجربة الآن، توكلنا على الله. وبعد شوي بينزل معنا هنا بالعين المجردة، هنا نبدأ الآن. ولاحظ الآن بالدي بنحط أحد الآن بالإن. لا بسم الله توكلنا على الله. لاحظ أن السيارة الآن بدأت تمشي على الخفيف، لاحظ عدد السرعة وبعيد البنزين، دواسة البنزين ما في أي شيء، واضح طبعا. بسم الله إن شاء الله الآن نشوف كم توصل وكمية. وصلنا 20. الآن ارتفاع 950 والسرعة بدأت تزود. طبعا البعض يقول انه يمكن اللي يدقق بالخط راح يلاحظ انه في انك من اول ما يتجه للبيضة انه طالع في ارتفاع، ولكن الاغلب غير واضح لهم حقيقة. الان وصلنا 942، لاحظ انه في نزول لو تلاحظ، وصلنا الى 60. تقريبا ان شاء الله المية راح توصلها. البعض يقول جاذبية، البعض يقول انه جن، وطبعا كثير نشوف اجانب يجون زوار المملكة العربية السعودية ويستغربون من هذه الظاهرة، ولكن الحقيقة ما لها اي علاقة بالجن نهائيا، كله كلام فاضي. الان 926، قبل شوي في 50، 950 وصلنا تقريبا 80. هذا منتزه البيضاء، منتزه جميل لأهالي المدينة وزوارها. لاحظ أن ندعس البنزين ما يتحرك. الآن وصلنا إلى 100. تقريبا وصلنا 100.
في بعض الأماكن نزول واضح تقريبا بعض الشيء، بعض الأماكن شوف مثل هنا المنطقة هذه نزول واضح وصلنا 120 أكثر من 120. وصلنا 700 وقبل شوي في 900. إذا هذا يؤكد قطعا أنه ما في أي جاذبية، فقط منطقة من ارتفاع إلى نزول. مستخدمين برنامج الدليلة في الارتفاع، قياس الارتفاع عن سطح البحر. ونتمنى ان نقلنا لكم شيء مفيد، وبعيدا عن الجدل والكلام الكثير اللي صار الان، زي ما تشوفون بالفيديو امامكم العداد يتحرك حق الارتفاع وكل شيء موثق بالفيديو بدون اي تدخل، وبامكان اي شخص زي ما قلنا يعيد التجربة ويجربها مرة ثانية. تقريبا عن وسط المدينة يمكن 30 كيلو المكان هذا المنتزه، وإن شاء الله بالوصف بنرسل لكم الأحداثيات.